مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. منورني ومشرفيني دايما في استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده بيقدم حصاد الاسبوع، هنتكلم فيه بشكل تفصيلي عن مباراه الدوري العام اللي اقيمت الاسبوع السابق. هنتكلم فيه عن النادي الاهلي تحديدا، هناخد وقتنا في النادي الاهلي، هنتكلم كوليبالي حديث ساعه، حديث كل مصر، كوليبالي واللي عامله في الاهلي واللي عامله في الفرق المنافسه. كوليبالي دلوقتي عامل صداع للفرق اللي هتلعب الاهلي والفرق اللي لعبت الاهلي. كوليبالي حدث لازم نتكلم عليه بالتفصيل، هنتكلم عن تالق معظم لاعبي النادي الاهلي، وليد سليمان، هنتكلم عن عبد الله السعيد، عبد الله السعيد فين، عبد الله السعيد مستواه المعروف، هنتكلم بالتفصيل. لكن وصابر رحيل، صابر رحيل طبعا يعني عشان بس الاعداد بيفكرني بصابر رحيل، صابر رحيل انا رايي فيه ان هو صابر رحيل محتاج شويه شجاعه ذاتيه من نفسه هو. يعني قبل ما استفيض في الحديث لازم ارحب بضيوف الكرام، الكباتن الكبار، الكابتن هادي خشبه نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك، نورني. الله يخليك كابتن ميدا، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، كل سنه طيب. بخير، ارحب بالنجم الكبير والمدرب القدير الكابتن علاء عبد العال، منورني ومشرفني. ربنا يخليك كابتن ميدو، اهلا بيك. الحمد لله. فينك؟ موجود. فين دلوقتي؟ خير يعني، فتره راحه كده شويه. انما طبعا اولا طبعا برحب بالنجم الخلوق طبعا كابتن النادي الاهلي، طبعا كابتن هادي بقالي كتير ما قابلتوش وهو مختفي عننا شويه، انما طبعا انا سعيد ان هو موجود معانا. اهلا بيك كابتن علاء، منورني ومشرفني. ان شاء الله تبقى حلقه جميله طبعا، معايا من الخبرات ما يكفي ان احنا نتكلم على الدوري بشكل عام. يا كابتن هادي، شفت مباراه الاهلي وبتروجيت ازاي في عجاله يعني؟ هو طبعا النادي الاهلي الحمد لله الفتره الحاليه بيعيش شكل فني وشكل بدني عالي جدا من حيث الاداء المهاري والتكتيكي في الملعب، ومن ايضا من حيث معدلات اللياقه البدنيه بشكل كبير جدا. ماتش بتروجيت، كان فريق بتروجيت في المقام الاول كان بيسعى الى التنظيم الدفاعي، بيقابل من نص ملعب فرقته، بيحاول يتجنب خطوره النادي الاهلي في الشوط الاولاني، لكن لم يستطيع بتروجيت ان هو يصبر على ذلك كثيرا. يعني في وجود لعيبه من النادي الاهلي عندها حلول كثيره جدا سواء في وسط الملعب او في الهجوم، وايضا كمان في المدافعين في الماتش الذي سبقه مع سعد سمير قدر ان هو يحرز اهداف. فاذا النادي الاهلي بيبتدي يفعل جميع خطوطه، ايضا بيستفاد النادي الاهلي بقدرات لعبته المهاريه والفنيه داخل الملعب بشكل كويس قوي، بيقدر يستخدم الاطراف، بيقدر يستخدم العمق، ايضا الكرات الثابته بيبقى ليها دور مع النادي الاهلي. فموجز كده ان النادي الاهلي يعني الفرقه اللي بتلعبه دائما بتبقى في حاله دفاعيه لحد فتره محدده، بعد الفتره دي ما بتقدرش مع الضغط والتمرير السليم للعيبه النادي الاهلي والانتشار واستخدام المساحات في الملعب، ما بيقدروش ان هم يقفوا امام النادي الاهلي الى نهايه المباراه. تمام، يعني طبعا ملك الدفاع ملك الحالات الدفاعيه، ويعني خدنا دروس في الحالات الدفاعيه بصراحه لما كنت حضرتك ماسك فريق الداخليه. لكن انا عايز اعرف الساده المشاهدين، طبعا حضرتك كنت انتميت نادي الاهلي ولعبت في نادي الاهلي. طبعا اتفضل بقى قول. انا من مدرسه الكوره وانا في النادي الاهلي من 76، انا عندي 11 سنه وتدرجت في على مستوى مراحل الناشئين كلها في النادي الاهلي، وكان من دفعتي الكابتن علاء عبد الصادق، كابتن بدر رجب، تيسير بدوي، هشام عبد الباري، علاء عبد الصادق، كل دول كانوا موجودين معايا. بس طبعا انا بقى ما كملتش عشان دخولي كليه الشرطه وكده، فاتجهت بقى لعبت شويه في السكه وبعد كده شويه في ترسانه، واتجهت للتدريب بدري يعني. انما طبعا انما بيتي طبعا بيشرب من نيله. لا لا، النادي الاهلي. وبعدين كان وقتها بقى كابتن ميدو هي الجزيره بس يعني نادي الجزيره، ملعب التتش، كل فرق الناشئين بالفريق الاول هو على الملعب ده، كان في ملعب فرع بس كده. فكنا على طول بنتقابل كلنا يعني جميع فرق الناشئين كلها مع بعض. الفريق الاول طبعا كان وقتها طبعا كابتن مصطفى عبده، كابتن خطيب، كابتن مختار، النجوم الكبار دول، كابتن ماهر همام، كابتن مصطفى يونس، كنا على طول بنبقى معاهم في الملعب يعني. احنا ممكن ننتظرهم هم يخلصوا تمرين احنا ننزل وراهم او العكس يعني. يعني عشقنا النادي الاهلي طبعا. يعني احنا نتشرف بيك. ربنا يخليك كابتن. يعني قول لي بقى في مواقف كده بتفضل معلقه في دماغ اللاعب او دماغ اللي هو داخل النادي الاهلي ما بتطلعش منه، قول لي ابرز حاجه
لسه فاكرها لغايه دلوقتي؟ لا هو بص، زي ما قلت لحضرتك يمكن انا طبعا ما حصلليش شرف ان انا اطلع الفريق الاول، لان دايما طبعا مواقف الفريق الاول بتبقى اكتر بكتير، انما اتذكر طبعا يعني ان نجوم النادي الاهلي كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكباتن الكبار دول لما يبقى عندنا احنا مباراه ناشئين، كان ساعتها كمان وقتها مستر هيدوكوتي كان موجود مع النادي الاهلي افتكر، لما ينتظرونا هم بره في على التراك بيتفرجوا على مباراه للناشئين مثلا تحت 15 سنه، يعني انا كنت بلعب وقتها، فهم قاعدين بره جايبين الكراسي وبيتفرجوا على المباراه بتاعتنا واحنا قدام فريق ما، فدي طبعا بتبقى سايبه اثر جميل جدا ان النجوم الكبار دول بيتفرجوا علينا، واحنا صغيرين هو ده طموحاتنا ان احنا نبقى امتى زيهم. اكيد وقتها ما كانش فيه، انت عارف بقى، ما فيش انتقالات الكلام ده كله، فكل واحد في الناشئين النادي الاهلي بينتظر دوره عشان يبقى هذا النجم يمثل الفريق الاول بالظبط كده. اكيد يعني النادي الاهلي مليء بالذكريات الجميله طبعا. اكيد طبعا يا كابتن، يعني برضه اخد رايك في ماتش الاهلي وبتروجيت والحاله الدفاعيه اللي فضل عليها الكابتن حسن شحاته مع فريق بتروجيت حتى بعد ما دخل فيه هدف، لو حضرتك تابعت المباراه. هو بص طبعا يعني دايما مباراه الاهلي وبتروجيت بتبقى صعبه، او بتروجيت عامه واي فريق اخر. ليه؟ لان برضو بتروجيت كان معاهم الكابتن طلعت يوسف وهو معروف عنه الالتزام الدفاعي البحت، فاللعيبه اتعودت على كده. كابتن حسن شحاته ممكن لما جه ضاف لهم حته هجوميه شويه، بس ما زال مترسخ جوه اللاعبين ان واحد دفاعيه، بدليل ان هم هتلاقي اغلب ماتشاتهم بيلعبوا بثلاثه مدافعين في وسط الملعب، شبيطه مع العجوز في نص الملعب، مع اذا كان مثلا بيبقى فيه الشناوي او غيره. فالمباراه طبعا كانت صعبه على النادي الاهلي، وخاصه النادي الاهلي بعد مكسبه الكبير 4 قدام الداخليه، فبالتالي بتروجيت نازل عامله حسابها ان تقفل خطوط على النادي الاهلي، انما الاهلي الميزه ان هو احرز الهدف بدري، واحرز الهدف بدري نتيجه الضغط اللي عامله المهاجمين بتوع النادي الاهلي. أكيد. يعني حسام عاشور بيقابل من قدام الهدف. نعم متذكر الهدف، اعتقد اللي خطفها من قدام لاعب بتروجيت هو حسام عاشور، وكان كوليبالي غير مراقب في الفتره دي. ده اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه، بالرغم من الكابتن طلعت يوسف محفظ بتروجيت قبل ما يمشي، يعني ايه حاله دفاعيه؟ يعني ايه يعني كويس ان الناس متابعانا اهي، يعني ايه تمركز دفاعي؟ هل الكابتن طلعت يوسف لو موجود في الماتش ده كان ممكن يجي هدف بالطريقه دي يا كابتن علاء؟ لا انت ما تقدرش تجزم ان كان هيقدر يجي هدف بالطريقه دي، انما دي بقى نتكلم فيها. ده الهدف؟ دي الضغط العالي، وده اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده كابتن ميدو، ان احنا بنقول اسباب قوه دفاع النادي الاهلي. هو النادي الاهلي مش قوه دفاعه من ورا، قوه دفاع من قدام، اللي هو حته الضغط اللي النادي الاهلي بيعملها في اغلب ماتشاته، وزي ما حصل بالظبط كده في مباراه بتروجيت. انما اللي انا عايز اقول عليه بقى واعلق عليه جمال الهدف. يعني لما نيجي نقول كوليبالي يحرز هدف بالشكل ده يدل ان هو هداف قدير. هنتكلم على كوليبالي ده هنتكلم عليه يعني، انما الاهلي خدموا ان الهدف جه بدري، بالتالي اتفتحت خطوط بتروجيت عايز يتعادل، بقى في فرص ومساحات اكتر، رغم برضو ان بعد الهدف كان في تحفظ شويه برضو من بتروجيت، ويمكن حتى الكابتن حسن شحاته يعني انا استغربت بصراحه، عمل تغيير دفاع، نزول تاحه مكان جيمس تيدي وهو مغلوب، كان تغيير، والتغييره كمان برضو الشناوي مكان اعتقد شبيطه، برضو تغييره برضو في نص يعني ما اشتغلش على نواحي هجوميه، يمكن هو المهاجم الوحيد اللي هو شميتس بيكلي هو اللي نزل، انما بدا يسحب مهاجمين ونزل مدافعين، وده كان شيء غريب رغم ان هو كان مهزوم 1-0. ماشي يعني انت ما جاوبتنيش برضو على السؤال، بس انا لا انا معاك اروح للكابتن هادي، الكابتن هادي دايما برضو بيرقصنا يعني كابتن هادي خلينا نرجع للهدف تاني يا جماعه. ساعات اللعيبه بتسرح، بس هل السرحان يا كابتن هادي ممكن يوصلني للطريقه دي ان انا اخلي فرود في مواجهه الجون على طول، ما يبقاش عندي اي عمق دفاعي او اي لاعب في مواجهه الجون بتاعي؟ هو اللي عمل كده الضغط اللي اتكلم عليه الكابتن علاء، بس الضغط ده يعني ايه، مش عايزين نقول ضغط بكلمه طلاقه كده وخلاص، بس نقف يا جماعه هنا لو سمحتوا، نقف 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 نقف
يعني هاتوا اول ما قطع حسام وسيبوا الكابتن هادي. لا هات هات مظبوط كده. انت بص ان لعيبه النادي الاهلي بتضغط ازاي الكره بتقول عليها باستفاضه امبارح. هي الفكره ان في ثلاث حاجات في الضغط. اول حاجه نوعيه الضغط نفسه، العدد اللاعبين اللي موجودين، هل في الضغط بتاعك هتعمل مخالفه داخل الضغط ولا يعني هتعمل فاول ولا لا. تمام. فالنادي الاهلي عملها نموذج، سيبك من الهدف، الهدف هنشرحه. بس هي فكره الضغط من وسط في المنطقه دي، في وسط الملعب، في منطقه المفروض انها منطقه هي بالنسبه لو ضغط على الاطراف عامل دفاعي، هو ضغط على الاطراف على فريق تحديدا. هنا بقى اول ضغط بتلاقي من لعيبه النادي الاهلي، بتلاقي حسام عاشور، بتلاقي احمد فتحي، بتلاقي عمرو السوليه. شوف العدد نفسه كله عامل ترحيل دفاعي، والتمركز والمسافه اللي ما بينه وما بين اللعيب. هنا بقى كان يستطيع احمد فتحي يعمل فاول، لكن ما عملش فاول. ليه؟ لان هو لعب تقيل. في لعيبه يعني كتيره جدا بتلعب كوره وتلاقي في لحظه كده في كوره زي كده فاول بتحل البتروجيت، بتخلي فريق بتروجيت ياخد نفسه وفريق النادي الاهلي كله يرجع ورا عشان عمل فاول. يعني في غشوميه ان صح التعبير، يعني في تهور شويه. لكن دي اول حاجه. رقم اثنين الضغط بعدد وافر من اللاعبين. شوف عدد اللعيبه بتروجيت حوالي 3 لاعبين بس، حواليهم كام لعيب؟ حوالي 4 لاعبين، يعني في لعيب زياده. ده اللي خلى حسام عاشور في اللقطه دي ما ضغطش لوحده. شوف رغم ان هو كان ممكن يضغط لوحده، هتلاقي ضغطه حسام في الاخر 2 على 1، وليد سليمان ضغط معاه. شوف وليد رغم ان هو شايف حسام بالزبط، لكن راح يعمل الضغط. يعني تلكي. اصبحت لصيقه عند لعيبه النادي الاهلي اللي هم في وسط الملعب فكره الضغط، والضغط دي اللي بتولد بقى الهدف. اما نوصل بقى للهدف بيولد الاخطاء. لكن انا بقى سؤالي يا كابتن هادي تحديدا، هل انا حتى لو اتضغط عليا هنا المفروض ان انا كلاعيبه، مش مدرب بقى، كلاعيبه اسرح السرحان؟ لا هو مش سرحان، في فرق بين عدم توازن وسرحان. هو اللي حصل مع مدافعي بتروجيت ان الكوره كانت في رجليهم في حوزتهم، وفجاه انتقلت الكوره بدون اي حسابات الى فريق النادي الاهلي. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. بس يا كابتن هادي ده اللي انا بتكلم فيه. هل يا كابتن علاء، عشان الكابتن علاء يعني لسه في الملعب يا كابتن هادي ومدرب كبير طبعا، هل وحضرتك بتعمل تمرينه ازاي ان انا احضر من تحت، وازاي ان انا ابني هجمه من تحت؟ هل هتنسى العمق الدفاعي بتاعك؟ لا طبعا، ما ده اللي انا بتكلم طبعا فيه. طبعا دي اكيد الكابتن حسن شحاته يعني بيوجههم بشكل افضل من كده. انما هي هيبقى خطا لاعبين، يعني ان كوليبالي كراجل فرود متساب لوحده وكره لسه ما طلعتش من التلت الخطير اللي هو التلت الدفاعي بتاع بتروجيت، وفرود بتاع النادي الاهلي يبقى متساب كده، ولما مجرد ما الكره تتقطع تتحط له الكوره يلاقي نفسه انفراد. ده اللي انا بتكلم اعتقد فيه. ده خطا كبير جدا من التمركز بتاع لاعبي بتروجيت، لان هم حتى المدافع اللي هو كان اقرب واحد لكوليبالي كان ضامم على مجموعه اللعب بتاعت فريق بتروجيت اللي هم مش متخيلين الكره ممكن تتقطع. بالظبط. انما انا عايز احيي في الكره دي حسام عاشور. طبعا. لا الملاحظ كمان يا كابتن ميدو ايه؟ حسام عاشور بيضغط من قدام، مصمم يقطع. لا انت نادرا لما كنت تشوف حسام عاشور قبل كده. صح. بيبقى التلت الاخير ده حسام بيبقى متاخر على وسط، يعني بص انت حسام هتلاقيه بص هو فين، هو ضغط وكمل تاني يا كابتن ويكمل يعني وترجع تاني. يعني حسام فوق وليد سليمان كمان. يعني هو ده بص راح كمل حسام، راح كمل تاني، راح على خط ال 18 بيقابل وراح كمل تاني. هو اللي قطعه، هو اللي عمل الباص لكوليبالي. فانا بحيي طبعا حسام عاشور في الكوره دي. أكيد. واكيد ده برضو شغل الكابتن حسام البدري، لازم نديله حقه. اكيد ان نطور من اداء حسام عاشور اللي هو كان حسام. انا يعني كان دايما بيبقى مستني، هو اللاعب اللي مستني في نص الملعب اللي هو الليبرو بتاع السرد باكين اللي وراه. لا واضح ان في تطور في اداء حسام عاشور وبيضغط من قدام، ودي اكيد تعليمات الكابتن حسام. فعلا يعني برضو يا كابتن، لان دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. طبعا الكابتن حسن شحاته مدرب، يعني مش احنا اللي هنتكلم عنه، مدرب التاريخ بيتكلم عنه. لكن انا بتكلم الكابتن علاء عبد العال مدير فني بيركز في حاجه. هل ممكن ان انت يبقى عندك مدرب عام تقول له خليك انت بس فكر اللعيبه بمراكزها، نبههم على اخطائهم، مالكش دعوه بالكوره فين، انت شايف مراكز اللعيبه، ولا المدرب العام ايه صفته؟ لا هو طبعا كابتن حسن شحاته قيمه كبيره طبعا، وهو قاعد على الدكه بيقرا المباراه. المدرب العام اللي هو موجود على الخط، انا كراجل مدرب او مدير فني برضو مش هبص على الكوره بس. يعني مش هبص على اتجاه الكوره، لان انا كراجل على الخطوط بره لازم اتوقع ان الكوره ممكن تتقطع. طب لو اتقطعت التمركز بتاع اللعيبه دي فين؟ بالزبط. فانا دوري كمدرب عام او كمدير فني ان انا احذر. يعني انا في كرات كتيره جدا او في العاب كتيره جدا في الملعب ببقى مع الفريق
مش ببص على الكوره وهي لسه في نص الملعب، ببص على الكوره لو وصلت للثلث الاخير بالزبط. ونجح الفريق الاخر ان هو يوصلها وده اللي حصل بالزبط. فبالتالي لا، كان دور المدرب العام اللي هو متواجد على مع محمد ثابت، مدرب عام كمان، مدرب كمان محترم جدا، وان شاء الله يبقى مدرب كبير ومدرب كويس وواعد ان شاء الله باذن الله. انما هي الكوره جت بسرعه، الكوره في حوزه لعيبه بتروجيت، النادي الاهلي ضغط كويس قوي، اتلعبت لكوليبالي لان برضو كان فيها توفيق كبير قوي من حسام عاشور انها توصل خلي بالك يا كابتن علاء، ان كابتن هادي شاركنا في الحديث انه حسام ضغط وقطع باص اسيست، لان حسام شايف هو يعني هو مش قطعها بس يا كابتن علاء، لا لعبها يعني بص لو نجيب حسام عاشور تاني يا كابتن احمد جمال، معلش انا عارف ان انا تعبك يا احمد جمال. يعني يا كابتن هادي شوف حسام مصمم يقطعها زي ما حضرتك قلت يا كابتن علاء، في الثلث اللي قدام ده حسام ما كانش بيظهر فيه اساسا في الضغط. بص الاربع لاعبين اللي كانوا فعلا في المنطقه دول عملوا شغل كويس قوي، اللي توج مجهود ده كله وبالاحراز الهدف هو حسام عاشور. بص يا كابتن القطعه ازاي، هو قطع شايف هو مصمم على كولوبالي، شايفه من بعيد بقى ورايح له عشان يديله الكوره، احراز الهدف بقى، وكولوبالي ما هزرش. بس هو في فرق بين الشكل والمضمون. تمام. عارف كان كوليبالي كان ممكن يعمل ايه؟ كان ممكن يبقى عنده حلين كمان غير الحل اللي هو عمله. اما ان هو يقف على الكوره ويبقى الحارس المرمى قدامه ويبتدي بعد كده يتصرف، او اما ان هو ياخدها على بره ويرقص الجول. في نفس الاتجاه. وكان بسرعته ممكن يعمل كده، بس هو لقى زاويه مفتوحه، وكان حارس المرمى حتى يعني ابتدى الزاويه دي اتفتحت، يعني الخطوه دي فتحت الزاويه بتاعته، فهو لعب على المضمون ما لعبش على الشكل. وده يدينا اشارات ان هذا المهاجم مهاجم جيد جدا، وممكن يكون له مستقبل ان شاء الله في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لانه لاعب ما بيفكرش ان هو للشو اكتر منها ان هو يحرز اهداف، وان هو يكون فعلا مصلحه الفريق هي رقم واحد، وليس الشكل العام بتاعي هو رقم واحد. هاي الكلام ده يعني كوليبالي يا جماعه، لو ركزتوا معاه في الدقائق اللي لعبها او الماتشين الاخرى اللي لعبهم، اول تفكير بيجي لكوليبالي هو اللعب على الجول اللي هو يعني يفنش الكوره جول، ما تعرفش ازاي يعني عمل حاجات غير متوقعه. عملت احصائيه للنص ساعه اللي لعبها في الماتش الداخليه ان شاء الله، فريق الاهلي بيجهزه لعب كام كوره على الجول وجاب جول، مش طبيعيه يعني. ده راجل، واعتقد ده اللي هو التعود على اللعب الاوروبي، يعني اللعب الاوروبي هم طبيعتهم كده بيلعبوا دايما على المرمى، واعتقد هو احترف بدري بره، ف مفاجأة، واعتقد ان هتتكلم عليه ونديله حقه في هنتكلم عليه وهنتكلم عن ضغط المباريات اللي هتيجي وهتقابل الكابتن حسام البدري، وهل الكابتن حسام البدري هيلجأ لاي سياسه التدوير او سياسه الحفاظ على اللاعبين بالاستشفاء ويدفع بنفس اللاعبين. نطلع فاصل ونرجع لكم على طول، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل ما ندخل في سياسه تدوير الكابتن حسام وازاي هيقابل ضغط المباريات الفتره القادمه، يعني في سؤال كده حابب اساله لنجومي النهارده الكابتن هادي والكابتن علاء، طريقه تعامل الاعلام مع اللعيبه عموما شايفها ازاي؟ بص بقى ما تقعدش هتجيلي يمين، خلي بالك هتجاوب ما تهربش من السؤال. عموما مع النادي الاهلي ولا حاليا؟ مع النجوم عموما، مع النجوم الافارقه، مع النجوم العاديين، مع اللعيبه اللي بينجموهم عشان غرض ما، مع اللعيبه اللي ممكن ينجموهم ويخلصوا عليهم ما نشوفهمش خالص. لا شايفها ازاي؟ هو بص، هو الاعلام اوقات كثيره يعني بيبقى فيه جزء بيحاول يبني وجزء اخر بيحاول يهدم. تمام. نتيجه التسرع في الحكم. تمام. بمعنى ان ممكن لعيب يجي النادي الاهلي واللعيب ده ممكن يكون المدير الفني شايف فيه حاجه في التدريبات بس مش قادر يديله فرصه دلوقتي، حتى لما بيلعب لسه ما انسجمش مع التيم، بس هو شايف فيه من الرؤيه الفنيه ان هو عنده قدرات معينه يقدر يفيد بيها الفرقه. تمام. النظره دي ما بتكونش عند الساده الاعلاميين، فبالتالي ممكن لو لعب مباراه غير جيده
او مباراه لسه ما دخلش الفورمه او ما انسجمش مع زمايله قد يكون الحكم عليه بدري، وبالتالي بيحصل نوع من الضغط على هذا اللاعب. اذا كان اللاعب كمان بقى ما بيتكلمش لغه عربيه، بيتكلم لغه اخرى، بتلاقي اصدقاء حواليه بيترجموا له، فبيبقى بيدخل اللاعب في حاله من الايه نوع من الغضب الداخلي شويه. حتى تلاقي يعني على سبيل المثال كوليبالي حصل عليه ضغط اعلامي شويه ان هو مش هو ده الصفقه الجيده للنادي الاهلي، فتلاقي هو حتى في تعبيراته دايما يبص للجمهور، دايما عايز يثبت ان انا صفقه رابحه للنادي الاهلي، مع ان مش مطلوب منه انه يعمل كده، وهو لسه يعني يعتبر ما قدمش حاجه كبيره في النادي الاهلي، لكن هو دايما حاطط نفسه تحت ضغط نتيجه الضغط الاعلامي. اما في الاتجاه الاخر في لعيبه ممكن يعمل مباراه او اتنين بشكل جيد وبرده الحكم عليه يكون سريع بالظبط، فبيتنجم بدري، بيبقى ده بيقول لك نجم المستقبل ونجم ونجم، وفي الاخر ما بيطلعش ولا نجم ولا حاجه بالظبط نتيجه التصرف الحكم عليه. النجم اللي انا اعرف النجم ان هو قعد فتره زمنيه كبيره جدا، سنين داخل الفرقه، اشتغل، عمل بطولات، عمل سلوك واخلاقيات جيده، عمل نتائج طيبه مع فرقته. كل مدرب بيجي بيبقى هو موجود عنده رقم واحد، هو ده اللي انا اقدر اقول عليه ان هو نجم داخل النادي الاهلي. تمام. فالنجوميه دي مش سهله انها تتاخد، وفي نفس الوقت الحكم على اللعيبه لازم يبقى فيها قدر من الترايز شويه. تمام. كابتن علاء، شايف يعني في مصلحه مين الكلام ده؟ ولا دي اهداف شخصيه، ولا دي قله ثقافات، ولا اللي قاعد بيتكلم وخلاص، ولا لا؟ هو طبعا لما نيجي نتكلم دلوقتي الاعلام بقى ليه منافس كتير قوي. يعني سواء الميديا مرئي او مسموع او مكتوب، كتير قوي، فلازم يبقى في شغل. يعني هم برضو لازم يبقى في انتاج، لازم يبقى في انتاج، ولازم في اخبار، ولازم فقدر النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي ان هو نادي كبير، نادي اكبر انديه المصريه، اكبر انديه الافريقيه، الشرق الاوسط كمان. فلما يجي صفقه زي احنا بندي مثال على كوليبالي، تمام، فلما تيجي صفقه زي كوليبالي وقال لك الدفع فيها قد كده، وبرده بتلاقي في اخبار، يعني انا كنت بتابع ان من جوه النادي الاهلي يقول لك اصلي مش مقتنعين بكوليبالي، وانما تيجي عند الكابتن حسام البدري او عشان تلاقي له تصريح من لسانه هو على طول ان هو يقول ان انا مش مقتنع بكوليبالي، ما الكلام ده ما حصلش. انا من وجهه نظري الشخصيه ان انا بقول ان في دور للاعلام الانديه المنافسه. يعني احنا لازم نتفق ونقول النادي الاهلي له اعلام، نادي الزمالك له اعلام، نادي الاسماعيلي له اعلام، فده ممكن يبقى ليه دور نفسي، ان انت برضه انت لازم برضه بتكسر في المنافس اللي قدامك. حلو حلو حلو. فممكن ده برضه ده وجهه نظر مني انا، ان انا بقول ان الاعلام الانديه المنافسه برضه عايز يثبت ان النادي المنافس له زي ما انا عندي صفقات فاشله، لا ده واضح ان النادي المنافس النادي الاهلي مثلا جاب صفقه فاشله. يبقى شكله ايه بقى كابتن علاء بقى بعد ما يقول كده ويلاقي مثلا كوليبالي بقى قنبله؟ ما هنا بقى هنا اللي احنا بنتكلم فيه، ان دلوقتي بقت كل حاجه موثقه. يعني ايه؟ كل حاجه بتشافها وبتتسمع وبتجيبها تاني، وبتجيبها تاني بالظبط. فاللي قال ما يرجعش، ما ينفعش يرجع في كلامه يقول لك اصل انا ما قلتش، لان الكلام ده متشاف ومتوثق والكلام ده كله. فهي اعتقد برضه دخل فيها دور نفسي للنادي المنافس. انما في النهايه زي ما الكابتن هادي قال، المهم الاستمراريه. احنا دلوقتي برضه بندي كوليبالي حقه، بس برضه مش عايزين نفخم فيه قوي، لان احنا عايزين نقول ان هو لسه قدامه كتير. زي في فيلافيو مثلا لما جه النادي الاهلي، لا ادى النادي الاهلي، يعني رغم ان هو قعد موسم بحاله ما اداش غير هدف واحد، انما مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه لما صمم عليه جاب بطولات للنادي الاهلي، سواء على مستوى المحلي او المستوى الافريقي او المستوى العالمي في كاس العالم للانديه. فكوليبالي هو مشروع نجم، ومشروع نجم هداف كويس قوي، ودي برضو لازم ندي الكابتن حسام البدري حقه في وقت لاحق واحنا قاعدين مع بعض، ان هو ازاي انا كمدير فني ادفع باللاعب في الوقت المناسب، في الوقت المناسب اللي اللاعب ما يتحرقش والنادي ما يخسرش. اعتقد الكابتن حسام البدري نجح فيها، وانا كان ليا وجهه نظر شخصيه في المباراه بتاعت بتروجيت. انا خفت جدا وقلقت جدا لما لقيت كوليبالي بادئ، كنت خايف
عليه ان هو يبدا وما يوفقش ويتم تغييره، اعتقد كان ممكن يتحرق هذا اللاعب. انما سبحان الله ان ربنا اراد ان يحرز هدف، وهدف صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا، لانه مشاشول وحاجه لا ده هو يثبت ان هو لعيب كويس قوي، بيلعب برجل يمين، بيلعب برجل الشمال. الكره لما جات له وخد الوسع لنفسه، وبعدين في طلعت علي فرج ويحط الكوره بريسنج بسيط كده ورايحه في طريقها لا ده الفرصه الوحيده اللي جات له، والفرصه الوحيده اللي جات له. يمكن احنا قعدنا اكتر قبل الهدف ولا كره جات له، يعني انا قاعد بتفرج مع ناس فين كوليبالي، قلت لهم مفيش حاجه جات له. الراجل لما بتجي له كره نبدا نقيمه بالزبط. اعتقد اول كره جات له كان احرز منها هدف بالظبط. يعني كان معايا كابتن هادي، بمناسبه ان كابتن علي كان متخوف من وجود كوليبالي او ان هو ما يوفقش وكابتن حسام يغيره، كان معايا كابتن ربيع وكابتن سمير كمونة، قالوا وجهه نظرك بالظبط. بس انا قلت لهم لا، انا كوليبالي انا ما حكمتش عليه لما شفته، كان في ماتش ودي اول ما نزل، اول ما جه كوليبالي ماتش ودي كوليبالي مش موجود خالص، حتى استلمه للكوره قلت ايه ده، يا اما هو يعني مش مخطوف خطفه جامده جدا، يا اما هو مش ايه مش هو ده المحترف بتاعنا. انا بيني وبين نفسي لما شفته في الماتش الودي الثاني يا كابتن هادي، احنا سكر حمدية حاجه مش طبيعيه بقى، تحرك. بص يا كابتن علي، انا حكمت عليه بايه؟ ان هو تحركه، تعامله مع الكرات كلها ايجابيه، كلها، حتى ماتش الداخليه اول لمسه ليه كوره فيرست تايم واخدها على بيمينه، انت لسه نازل ولسه نازل، ايه الجرأه دي؟ ما بيخافش. فعشان كده انا قلت لا، لو نزل خلاص هو اثبت ان هو لعيب بيعرف يخترق، بيعرف يصوب، بيعرف يحط، بيعرف يتعامل على الجون على طول. ايه رايك؟ طب انا شايف ان في مجموعه من الناس قالت ان في الاول خالص يعني في كان هجوم على هذا اللاعب، وقالوا ان اللاعب ده ما ينفعش ولاعب كذا وما يستحقش ان هو يدخل النادي الاهلي. ده مجموعه من الناس قالت كده، ومجموعه من الناس الثانيه قالت لا، شفتوا بقى النادي، لا ده النادي الاهلي بيختار صح، واللاعب ده لعيب جامد جدا وهيبقى رقم واحد في مصر وكذا. والاثنين دول انا شايف الرايين مش بقدر الصواب العالي. ليه؟ لان هتيجي في لحظه من لحظات الرأي الأول ممكن برضو اللعيب مستواه ينزل شوية، فتلاقي الرأي الأولاني غلب على الرأي الثاني، فبالتالي لا، هي القصة ما تتحسبش كده، ولا الرأي الأولاني صح ولا الرأي الثاني صح، الرأي الثالث هو اللي صح، إن احنا لازم ندي اللعيب فترة زمنية يشتغل فيها داخل النادي الأهلي، وبعد الفترة الزمنية نحكم عليه حكم جيد. لكن في حاجة بنقول عليها مبشرات إن هذا اللاعب فنياً كويس ولا لا؟ تمام. يعني معايا انيس بوجلبان من تونس. كابتن علاء، كابتن هادي، انيس اهلا. كابتن ميدو وحشني جدا. سلم على الكابتن هادي والكابتن علاء. اهلا بيك كابتن انيس، وحشني. بيسلموا عليك كابتن هادي خشبه، كابتن علاء عبد العال بيسلموا عليك. طمني عليك الاول يا انيس. طمني عليك الاول، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، الحمد لله. يعني دخلت مجموعه التدريب دلوقتي، يعني مدرب في تاريخ في تونس، وربي يسهل ان شاء الله، يعني شوف في يوم مدرب ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا كنت لعيب كبير يا انيس. طبعا انيس وجلبان لاعب نادي الاهلي ومنتخب تونس، لعيب جامد جدا، كان ان شاء الله تبقى مدرب جامد جدا يا انيس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني كنت في النادي في مدرب مساعد، واشتغلت يعني في اماكن، دلوقتي انا المدرب الاول يعني، وان شاء الله يعني ربي يكون معايا، وان شاء الله اكون موفق، وان شاء الله يعني في يوم من الايام يعني ناخذ فرصه في فريق كبير ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي، شفت سليماني كوليبالي؟ والله شفته، كان مفاجأة سارة بالنسبة لي انا، لانه ممكن كوليبالي يعني الفرد اللي كان ناقص في النادي الاهلي. تمام. شفت امكانيات كبيره حقيقة. لعيب مميز 18 متر، فنيا ممتاز، تحركاته خاصه ممتازه، حسيت انه شبيه جدا يعني وبدايات فلافيو. عاصرت فلافيو وتعرف انه يعني لقى بعض الصعوبات في البدايه، لكن اول ما خذا فرصه بصراحه ظهر امكانيات كبيره، امكانيات كبيره، ونتصور انه اضافه للنادي الاهلي. يعني صحيح انه ما نجموش في فتره زمنيه قصيره انه نحكم على مستواه 100%، لكن صراحه المؤشرات الاولى تقول انه سترايكر اللي كان ناقص للنادي الاهلي، وانه اضافه للنادي الاهلي. هايل يا انيس، يعني كلام منطقي جدا. انا عايز اسالك سؤال بصفتك، طبعا انت كنت لعيب كبير هنا في مصر وتحديدا في النادي الاهلي، الاعلام ليه دور في نفسيه اللعيب المحترف يا انيس؟
لا الاعلام له دور كبير جدا يعني صراحه بيعرف النادي الاهلي كيف يكون ذهنيا قوي. ممكن هنا ممكن عليه معلول عندي بعض الاشكاليات، لكن بصراحه يعني الاعلام في مصر مؤثر جدا. كثره الاعلام وكثره الاخبار، في اخبار صحيحه وفي اخبار يعني جانبا للصواب بتاثر على نفسيه اللاعب اكيد جدا. ف يعني من بين النقاط اللي المفروض ونعرف الاهلي قبل ما يتدرب اللاعب لازم يعرف قبل الامكانيات الفنيه، لازم يكون يعرف شخصيه اللاعب، شخصيه قويه يقدر يتحمل الضغط ويتحمل الضغط اللي يعيشه يوميا في النادي الاهلي. وهذه ممكن نقطه فارقه اذا كان فما لاعب اجنبي ولا لاعب مصري ما نجحش ممكن يصير على علي معلول. صعب جدا انه علي معلول يعني اكيد انه عنده الامكانيات الفنيه، لكن اللي يعمل الفارق هو ذهنيا وقوه شخصيته. تمام. يعني برضه اكلمك على علي معلول واجاي او اجايه، قول لي برضو ايه رايك، وهل الاعلام برضو اثر فيهم بالسلب ولا الايجاب، وانت شفتهم ازاي يا انيس؟ لا بالنسبه لعلي معلول الاعلام اثر عليه بالسلب يعني صراحه. كل مره علي معلول يعني يولي اساسي للنادي وماشي كويس، وحتى بتكلم انا مع يعني مره مع الكابتن حسام يقول لي انه علي ماشي كويس، من بعد فجاه يطلع عرض ترجي وعلي معلول مش مستريح يحب يرجع لتونس، وهذا يكون له اثر على عدي وعلى تفكيره. يعني كل مره يلقى الاستقرار في النادي الا ويسمع اخبار من جانبه للواقع تاثر عليه. علي معلول انا شفته يعني في المباريات الكل لعب في النادي الاهلي ما زال ما وصلش 40% من امكانياته، اكثر بكثير من اللي قاعد يؤدي فيه في النادي الاهلي. لاعب مميز جدا، لاعب مدافع ايسر عصري، موسم الفارق في النادي التركي مو صدفه انه هداف الدوري التونسي، انه مدافع ويكون هداف، هذا عنده عديد من المعاني اساسي مع المنتخب التونسي سنوات ثالث موسم على التوالي. طب ايه اللي ناقصه؟ ايه اللي ناقصه يا انيس؟ ايه اللي ناقصه عشان يطلع ال 60% او حتى ال 50% المتبقيين من ال 40% اللي انت بتقول عليهم؟ ناقصه استقرار ميدو. استقرار ميدو اللي ناقصه هو الاستقرار، ناقصه انه يسيبوه كما نقولوا يسيبوه يشتغل على 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 نفسه ويبعدوا عليه الاشاعات لانه يتاثر عليه. طب يا انيس يعني معلش ان انا بقطعك، لكن بتتكلم كلام مهم جدا. انيس بوجلبان لاعب في النادي الاهلي، وانت عارف حجم الضغوطات الاعلاميه اللي بتبقى على لعيبه النادي الاهلي او لعيبه نادي الزمالك او اي نادي كبير، لكن اللعيب نادي الاهلي ولعيب المنتخب خصوصا كمان يعني علي لعيب منتخب، المفروض ان هو شخصيته قويه جدا، بيتحمل الضغوط الاعلاميه او حتى الضغوط التدريبيه ايا كانت الضغوط اللي عليه، فليه مش متحملها؟ ليه شخصيته مش طالعه في النادي الاهلي؟ لا هو شوف كابتن، ما تنساش انه هذه اول تجربه لعلي معلول يعني برا تونس، فاول تجربه جات فريق كبير جدا وفريق عليه ضغوطات كبيره جدا. اول الحاجه الثانيه انه علي معلول كما قلت لك يعني كابتن الصفاقسي عنده سنوات ولاعب مميز ونجم النجوم في الصفاقس وفي تونس اكيد. تمشي الفريق كله نجوم، تمشي فريق انك تبحث على نفسك ماشي امر مو سهل، يعني امر مو سهل، يلزموا عزيمه ويلزموا شويه وقت اكيد. نطلبوا اكيد اللي كنت بتكلم معناها مع الكابتن حسام ولا كابتن سعيد ولا كله ولا يعني علي شويه وقت، يعني قليل من الوقت يقدر يكون جيلبرتو يعني. نتمنى كده انيس. يعني انت متواصل مع علي، بتنصحه بايه؟ قول لي. طبعا لا انا بتواصل معه على طول، وكل مره نسمع عن في اشكال الا هو يتكلم هو كيف يعني يتكلم معايا ويحاول انه اكيد انه يعرف انا تعديل في النادي ونعرف في النادي ونعرف كل شيء، وكل مره انا بنحاول انه يعني بلعب على المورال يعني على معنويات علي، لانه كما قلت لك علي امكانيات فنيه متاكدين منها. تمام. اثنين يشكوا في امكانياته. معنويا يلزموا شويه احاطه، يلزموا معنويات عاليه، لانه علي انسان طيب شفته يعني حتى اخلاقيا ممتاز وممتاز. اكيد جداً. اكيد. ويعني وانا يعني
ما زلت مستنى اكثر من كثير من اللي ادى عليه لانه في موقف التاني. ان شاء الله انيس، واحنا مستنيين الاكثر من كده من علي، لان علي لعيب كبير زي ما انت بتقول، وان شاء الله يطلع كل اللي عنده. لكن يعني بمناسبه انك موجود معايا، عايز اسالك برضه عن المنتخب التونسي، وماذا بعد كاسبر زيك؟ بعد كاسبر زيك اكيد مش يكون مدرب تونسي. الاسماء المقترحه هم ثلاثه اسماء: المدرب فوزي بنزرتي، وكابتن سامي ترابلسي، والكابتن نبيه معلول. يعني واحد من الثلاثة أسماء مش يكون هو مدرب المنتخب التونسي. مين الأقوى أنيس؟ مين الأقوى؟ الأقوى بصراحة فوزي، يعني كابتن فوزي بنزرتي. فوزي بنزرتي هو الكابتن فوزي بنزرتي هو حاليا مدرب الترجي التونسي. في إشكال، يعني لو في إشكالية ممكن مع الترجي، لو ما فيش الإشكالية أكيد إنه الكابتن نبي معلول عنده حضور كبير في يكون مدرب المنتخب. التوجه بالنسبه للاتحاد التونسي مدرب يكون تونسي، لانه الفتره قصيره، تعرف كابتن ميدو انه تونس في شهر 8 في مباراه مهمه اكيد على مع الكونغو، فكل الناس كلها يعني الاختيار مش يكون على مدرب تونسي. اتمنى انه الاختيار يكون ناجح، لانه اتمنى في كاس افريقيا يعني شفنا مستوى طيب. صحيح انه منتخب تونسي ما تعداش دور ربع نهائي، لكن على مستوى الاداء وعلى مستوى الجماليه المنتخب ما كانش كان يعني كان اداء ممتاز. ان شاء الله يعني ان شاء الله الاختيار يكون مستعد، هذا اهم حاجه. اكيد يا كابتن انيس، يعني برضو قبل ما اسيبك يعني في عجاله سريعه جدا، قول لي من الاصلح لتولي المنتخبات العربيه عموما، هل هو المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ والله الوطني، المنتخبات وطني. في حاجه عند المدربين الوطنيين ممكن مش متوقعهاش عند الاجنبي. واكيد انه يعني كابتن تعرف انه العقليه، يعني كل بلد وعنده عقليه، ما اكيد ثقافه معينه. علاش ويعني حتى نرجع احسن مثال، يعني المنتخب المصري تألقه وثلاث مرات بطل افريقيا مع الكابتن حسن، يعني الكابتن حسن شحاته. فانه نجاح منتخب مصر مع الوطني، واكثر المنتخبات اللي نجحت كلها مع المدربين الوطنيين. أنيس بوجلبان يعني اللاعب الأهلي السابق، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله لما تنزل إن شاء الله تنورنا هنا في استاد الأهلي نتشرف بيك. شكرا جدا أنيس بوجلبان. يعني فاصل ونرجع نواصل مع نجومي كابتن علاء وكابتن الكبير كابتن هادي خشبة. فاصل وارجع لكم على طول، استنى. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني نتكلم بقى على ضغط المباريات على الكابتن حسام بدري تحديدا، وازاي هيتعامل معاها الكابتن حسام يا كابتن علي. انا شايف ان هو اتعامل معاها يعني من بدري، يعني هو بدا من بدري فعلا. يعني على سبيل المثال مثلا وليد سليمان جات عليه فتره، حتى انا كنت احيانا بستغرب ان وليد كان في حالته كويسه جدا من افضل لعيبه، كان بيقعده. امبارح بدا بيه اساسي، نفس الموضوع مؤمن زكريا. طبعا برضو مكاسب مباراه امبارح عوده رامي ربيعه، يمكن يعني ربنا اراد ان اصابه احمد حجازي ان شاء الله تبقى بسيطه ورامي ربيعه يتواجد، اعتقد دي برضو حاجه تحسب ل او حاجه ايجابيه للنادي الاهلي في خلال المباريات اللي جايه وضغط المباريات. عندك محمد هاني كان بياخد كويس قوي باك يمين، بدا يريحه، ممكن يبقى ليه دور الفتره اللي جايه. واحمد فتحي برضه نفس الموضوع، يقدر ياخد شويه في نص الملعب، يقدر ياخد باك يمين. هندي لوليد حقه دلوقتي. اقصد اقول ان هو بداها الكابتن حسام ولعيبه النادي الاهلي مساعداه. تمام. يعني 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 ما شاء الله دلوقتي في وفر في اللاعبين، حتى لما اتصاب اجاييه لقينا كوليبالي دخل. عودة عمرو جمال لمستواه، يعني عمرو جمال بدأ يرجع لمستواه اللي احنا عارفينه عنه قبل الإصابة. ميدو جابر ماشي بشكل كويس جدا، وأنا من رأيي إن ميدو جابر أفضل مكان ليه هو مكان اللي بيلعب فيه عبد الله السعيد اللي هو صانع الألعاب. لأن أنا لو تتذكر ميدو جابر تألقه في المقصة في صناعه الاهداف في الحته دي، يعني كون ان هو هداف كمان، لا ده ممكن يصنع اهداف، يبقى ممكن بديل كويس جدا مع عبد الله سعيد. فانا شايف جابر وحمودي برضه، وحمودي موجود، عمرو بركات لسه ما خدش دوره، عمرو بركات نقول في علي معلول، صبري الرحيل لما يرجع ويلعب بنلاقيه مستواه عالي جدا.
لا اعتقد ان كابتن حسام البدري ودي لازم تتحسب له ان هو قدر يدير نجوم النادي الاهلي حسام غالي. حسام غالي ممكن يبدا ماتش ممكن يريح ماتش نفس موضوع حسام عاشور. قدر فعلا ودي تتحسب للكابتن حسام البدري ان هو قدر يدير العمليه دي من بدري عشان خاطر ضغط المباريات وبعدين داخل كمان على دوري المجموعات في بطوله افريقيا. اعتقد الحاجات دي كلها هتفيد النادي الاهلي مستقبلا وهتفيده في خلال الفتره اللي هي اللي فيها ضغط مباريات. هايل. نتكلم على وليد بقى كابتن هادي لان وليد جاب جون صعب جدا برضه. يعني وليد برضه جاب جون اصرار. هاتوا لنا جون وليد يا جماعه. جاب اصرار مش طبيعي وخطف الكوره من قدام الجول برضه حط الكوره بيمينه ومن زاويه صعبه. من زاويه صعبه. بص وليد سليمان من اللعيبه الموهوبه بالفطره. ده الجول. عايز اقول لك كمان اللعيب الموهوب لما بيجتمع معاه اللياقه البدنيه بتاعته بتبقى حاجه سوبر يعني. هايل. يعني حلو. اتفرج على اللقطه دي بتاعت السبرنت بتاع وليد سليمان في الدقيقه 88. والسبرنت وخفه الحركه وخفه الاداء والرشاقه بتاعته في ان هو يستخلصها من امام حارس المرمى. بص يعني حتى هو يعني ما كانش حتى حارس المرمى كان كل كان كله نظر حارس المرمى على كوليبالي والمدافع اللي عند كوليبالي. وبص المسافه ارجع تاني بص المسافه اول ما نزلت كان هو فين. يعني هو ضرب بالظبط كده هو بقى هنا. اقول لك انا ضرب كام لعيب ادي واحد اتنين من 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 بتروجيت. انا بتكلم على السرعه بقى تكلم على كوليبالي ادي ثلاثه ادي الرابع بتاع بتروجيت حوالي 40 يارد سبرنت كمان سبرنت ضرب اربع لعيبه بما فيهم كوليبالي. زميله بما فيهم زميله اللي هو كان رايح ولزميله كمان اساسا سريع اصرار غير عادي. زائد كمان السنده بتاعته سنده لعيب كوره. يعني ممكن واحد يوصل سبرنت بس في الاخر ما يعرفش يعمل بيها حاجه. لا ده سندها لعيب كوره وقدر برجله اليمين اللي هو دي مش رجله صعبه ان هو يلعبها في الزاويه دي. فبص وليد سليمان في الماتش ده يعني قبل اللقطه دي ليه كذا لقطه. واضح ان هو عنده خفه في الاداء خفه في الحركه. وواضح ان السبرنت بتاعه فيه قوه. عنده مخزون مخزون طاقه داخليه بيقدر يخرجها. وده اللي انا يعني بشيد بيه بوليد سليمان. وايضا اللي كان عنده كده طاقة ومخزون هايل الفترة اللي فاتت كان عمرو جمال. عملها بشكل كويس جدا. عمل شغل كويس جدا. لكن وليد بص موهبة وليد كمان ان هو خلاص هي اللقطة الأولانية سند هي لمستين في الجون. زائد الهدف اللي جابه من 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 الكرة الثابتة في مباراة الداخلية وعملها في الماتش اللي فات برضه جت في العرض. بقى العبقرية في الهدف ده ايه؟ ان هو المسافه اللي ما بين ال 18 ومكان وضع الكوره مسافه كبيره جدا. كانها تقريبا من 40 يارده. تمام. وما يشوطهاش بوش رجله. ده لعبها يعني ده بالنسبه للهدف بتاع الداخليه. الهدف الداخليه. الكره الثابته. يعني عملها كانها مركونه او باتقان شديد جدا. قدر ان هو يحرز الهدف ده بقوه واتقان في مكان مؤثر. بالظبط. وليد سليمان عنده عبقريه القدم اليسرى بيعرف يستخدمها كويس جدا ويتعامل فيها. كمان خد مزيج من الخبرات. يعني بنتكلم على الكابتن علاء بيتكلم على ميدو جابر عمرو بركات لعيبه كويسه بس هنا بقى التقل بيفرق. التقل ايه؟ لما هما ياخدوا ماتشات كميه الساعات اللي لعبها وليد سليمان كميه الخبرات اللي خدها وليد سليمان تفرق قوي لما وزنه في الملعب ينزل وأداؤه ينزل. ده هدف في الداخلية. ده هدف الداخلية ان شاء الله. احمد مصحصح معانا احمد النهارده. ولو جاب الكرة المعادة في مباراة بتروجيت زيها في العرض على طول. بالظبط كده. انا بس عايز اشوفه وهو بيلعب. مش هتقل عليك يا احمد يعني. وهو بيلعب الضربة الثابتة دي المسافة. انا بس عايز اشوف المسافة. مسافة بعيدة. المسافة دي في كرة. بس لا ارجع تاني ارجع تاني. بعيدة. انا بتكلم فوق ال 35 ياردة و 40 ياردة. دي في كرة القدم من العجائب على فكرة. بالظبط. يعني هنا لازم حد بوش رجله كان بيشوطها حد من المدافعين يا كابتن علاء يطلع ويشوطها قوية جدا. لكن تتركب من هنا بالقوة دي بالدقة دي كأنها مسطرة رايحة في السوكة في مكان لا يصد ولا يرد. ده معناها ان وليد سليمان مصحصح معناها ايجابي عنده قدره على التحدي. خلي بالك وجود عمرو بركات وجود ميدو جابر وجود لعيبه حمودي استفز لعيب موهوب زي وليد سليمان. بس ده اللي انا كنت بس في نقطه بس كده صحصحت يا كابتن هادي. صحصحت معاك انا. لا عايز اضيف حاجه بس على وليد شفت سليمان. شفت انت صحصحك ازاي؟ كابتن هادي قال حاجه كويسه. اتفضل يا كابتن. قال ان وليد عنده مخزون وعنده طاقه.
ارجع اقول دي تتحسب للكابتن كابتن حسام بدري طبعا طبعا. هو جت فتره كان ما فيش غير وليد سليمان وبياخد ماتشات على طول بكام 90 دقيقه، جت عليه فتره انهك فبدا يريحه، كان برده داخل فتره زواج اعتقد دي رجعت وليد تاني مع وجود الكابتن هادي قال عليه بقى عمودي ميدو جابر عمودي ومودي جابر استفز. وبعدين النقطه اللي بيتكلم فيها الكابتن هادي ان ان وليد تقل وله وزنه، النادي الاهلي قيمه كبيره، مش اي لعيب يجي من بره وينسجم بسرعه مع النادي الاهلي، بياخد فتره. دي حقيقة. فوليد لا خلاص، وليد له باع في النادي الاهلي وله تاريخ. الهدف اللي هو جابه ده غير ان اصرار وقوه انطلاق وسرعه، لا وقرار ان هو عارف ان هو يوصل للكوره هياخدها كده ويحطها بيمين في الجون. صحيح. قرار يعني هو رايح للكوره وصل لها قطع قرار في الجون على طول برجليه اليمين اللي هو صحيح. المفروض ان هو ما بيستخدمهاش. فلا وليد ما شاء الله من نجوم النادي الاهلي الفتره الاخيره. نايل يعني كلام معقول جدا جدا، يعني وليد دلوقتي 7 اهداف، وليد لعيب كبير جدا، لكن كل بالي احنا وليد يعني خطفنا شويه وده طبيعي لان احنا كنا محتاجين لعيب او سترايكر او فيرود يلعب اول ولا تجيله على الجول بس، لكن طبعا انت لعيب كبير جدا وليد، احرزت اهداف كتير قوي النادي الاهلي، اخرها الهدفين الضربه الثابته في الداخليه، هدف ولا اروع من كده، النجوم الكبار تفضلوا طبعا ووصفوه، وهدف امبارح كان هدف من طراز فريد برده، كره صعبه جدا قطعتها وحطيتها بيمينك. لكن عايز اقول كمان تالق صبر رحيل السوليه ميدو جابر كل اللعيبه دي زي ما قال ضيوف الكرام، كابتن حسام بدري دور الفريق، كابتن حسام بدري استفز اللعيبه، عرف يطلع كل حاجه، يعني ما حدش هيطلعها غير الكابتن حسام بدري، عرف يطلع منهم كل حاجه ونجح واقنع الجميع. مش عارف بقى انتوا هتنتقدوه بعد كده في ايه، فكروا يعني الناس اللي هي بتحب تنتقد فكروا تنتقدوه ازاي بعد كده. نروح لشكل المنافسه في الدوري العام، المنافسه الحقيقيه بين الاهلي والمقصه. اقول لكم يعني تجيبوا لنا كره، دي كره العارضه اهي، شكرا يا احمد. كره اللي هي بتروجيت اللي هي شبيهه بتاعت يعني هي بس نفس يعني المكان كده، اقرب شويه كمان اقرب سن بنفس القوه بس هي عاليه شويه، واضح ان هو متمرس فيها وليد طبعا. يلا ارجعوا لنا يا جماعه نقول الترتيب الجدول او شكل الجدول دلوقتي. النادي الاهلي 58 نقطة المركز الأول، مصر المقصة 51 نقطة المركز الثاني، المصري في مركز هذا الطريق 43 نقطة، الزمالك 40 نقطة ولهم مباراة مؤجلة، سموحة 40 نقطة، بتروجيت 33 نقطة، طلائع الجيش 32، والاتحاد 30، الإسماعيلي 28، الإسماعيلي برضو عليه علامة استفهام هنتكلم فيها برضو مع نجومنا، وادي دجلة 28، دجلة برضو المقاولين العرب، امبي طبعا مش هسيبك يا كابتن علاء النهارده، امبي الانتاج 22، طنطا 21، المركز ال 14، الداخليه بتعاني في المركز 22 17 نقطه، الشرقيه 14 نقطه، يعني بصراحه حاجات الدوري مقلوب السنه دي. مين المنافس الحقيقي للنادي الاهلي يا كابتن علاء؟ من وجهه نظري السنه دي هو طبعا الاقرب ليه هو مصر المقاصة، هو مع احترامنا لجميع الانديه الاخرى بما فيهم نادي الزمالك، انما لازم نقول ان النادي الاهلي بيفكرنا بايام السبعينات والثمانينات وفي الفتره اللي هي العصر الذهبي بتاع ابو تريكه والمجموعه دي، اللي هو لما كان يخش فيه هدف كان احيانا بينهي موسم بيخش فيه هدف واحد. لما نيجي نقول النادي الاهلي دلوقتي 4 اهداف بس ما شاء الله اللي داخلين فيه، ما شاء الله ده يعني بيفكرنا بقى بايام زمان. نقول النادي الاهلي ممكن ينهي المسابقه قبل نهايتها ب4 5 اسابيع، برضو الكلام ده ما كانش بيحصل. فانا شايف النادي الاهلي بيغرد لوحده على القمه وكل الارقام بتقول كده، فبالتالي كان دايما المنافس الوحيد للنادي الاهلي هو نادي الزمالك. شايفين نادي الزمالك بعيد تماما، فرق لغايه دلوقتي 18 نقطه، لا فرق كبير يعني كبير قوي. هو الزمالك ليه مباراه مؤجله، هنقول ان هو خد المباراه دي 15 نقطه تمام، انما نيجي نقول باقي في الدوري حوالي 36 نقطه، انت بتتكلم 22 مباراه فاضل 12 اسبوع،
12 في 3 ب 36 نقطه كتير. ممكن نادي الزمالك يحصل عليهم كتير تمام. انما النادي الاهلي مش هيخسر 15 نقطه أكيد. من ال 36 نقطه أكيد. فانا شايف ان المنافسه صعبه على الدوري مع الاقرب هو المقصه. انما سبع احترامي نقاط لفريق المقصه طبعا، كل التحيه لفريق المقصه وعصوم طبعا كابتن ايهاب جلال المدير الفني. انما انا شايف ان الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي يتفوق تفوق غير عادي. وبرده لازم نقول ان النادي الاهلي ساعد مصر المقصه في الوصول للمكانه دي مع الجهد. واقول لك هو ساعده ازاي بوجود جون انطوي واحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي المعارين لمصر مقصه. انا شايف ان احمد الشيخ عامل كتير. هو هداف الدوري لغايه دلوقتي اكثر من 13 هدف. جون انطوي في يناير دعم هجوم المقصه بشكل كويس قوي. انما كل التحيه لفريق مقصه، هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي على بطوله الدوري هذا الموسم. انما انا من وجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي هو الاقرب طبعا لحسم البطوله. تمام. قبل ما اجي لك كابتن هادي اروح للكابتن عاطف حنفي مدير الكوره في فريق سموحه من جنوب افريقيا. كابتن عاطف اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن عبد الحميد، وبنصي على الكابتن هادي والكابتن العبد العالي. اهلا بيك، منورنا في استوديو الاهلي وقناه الاهلي. طمني عليكم قبل اللقاء بتاعكم المهم جدا امام فريق بيدفست الجنوب افريقي. في البدايه انا احب اشكر المسؤولين في النادي الاهلي وكابتن سعد الحفيظ خاصه، الحقيقه هو ادانا كل المعلومات اللي احنا طالبينها، وكابتن سمير عدلي على نادي بيتفست سواء من الاقامه سواء من طريقه التعامل. والحقيقه الناس لما جينا هنا تعاملوا معنا بمنتهى الشياكه والذوق، وفي نفس الوقت برضه السفاره كانت متواجده معانا بصفه مستمره. احنا النهارده كان اخر تمرين على الملعب الرئيسي بتاع 3 وكان في الاجتماع الفني ودلوقتي احنا موجودين، وبكره ان شاء الله الماتش هيكون الساعه 3 بتوقيت مصر اللي هو في نفس الوقت توقيت جنوب افريقيا ان شاء الله. عرفنا كلها في حاله طيبه وكويسه، اتمرنوا التمرين الاخير الكابتن مؤمن اتجمع بيهم مرتين النهارده اتجمعوا امبارح، وان شاء الله نتمنى باذن الله نطلع من النتيجه الايجابيه. يعني حصل تواصل كابتن عاطف بين الاجهزه الفنيه الاهلي وسموحه؟ بالظبط طبعا. الكابتن سعد الحفيظ اتكلم الكابتن مؤمن الحقيقه وانا بشكره جدا، والكابتن سمير عدلي كلمني وانا اتكلمت معاه وخدنا فندق الاقامه لنفس الفندق اللي كان فيه النادي الاهلي، والحقيقه ما اثروش معانا خالص، وانا بشكرهم من خلال البرنامج يا كابتن. ودي مش جديده على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي دايما الحقيقه في ان هو يقدم اي خدمه لاي حد يعني. ده واجب كابتن عاطف، وانت عارف النادي الاهلي دايما يعني انتوا بتمثلوا مصر، واكيد احنا اول ناس هنكون في ظهركم، اول ناس هنشجعكم ان شاء الله. تبقى مباراه سهله نسبيا بالرغم من قوه فريق بيدفست، اكيد كانت المهمه بالنسبه لكم اسهل شويه ان انتوا شفتوه مع النادي الاهلي في مباراتين، فاكيد ان الكابتن مؤمن سليمان حط ايده على مواطن القوه ومواطن الضعف، وان شاء الله يتعامل مع مواطن الضعف ويحرص قوي من مواطن القوه بتاعه بيدفست، وان شاء الله يبقى مباراه سهله نسبيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا هو في شريطين خدناهم من النادي الاهلي سواء الذهاب او العوده، وفي نفس الوقت وصل لنا برضه الشرايط بتاعت نادي بيت في الدوري الماتشات الاخيره عندهم او في الكاس، وفي معلومات كثيره عنه. وكابتن مؤمن الحقيقه بيتعامل شاف الشرايط وقطعها واتكلم مع اللعيبه اكثر من مره، ونتمنى احنا ان شاء الله احنا في ماتش الزمالك ادى ثقه للعيبه قوي بتاعت قبل ماتش بيتفست، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل ماتش كويس ونطلع بنتيجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عاطف، اتمنى ان يكون الامور السياسيه في جنوب افريقيا غير مؤثره على فريق سموحه هناك. لا خالص، هو النهارده كان المفروض ان في مظاهرات من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 9 مساء، لكن احنا الحقيقه شفنا مظاهرات لطيفه جدا، كل مجموعه لا تزيد على 10 12 نفر موجودين ماسكين لافتات واقفين على الارصفه، ومفيش اي احتكاكات، الناس بتشرب المضيق الزعبوش، وبالعكس احنا رحنا الملعب الطرق كانت فاضيه، فاحنا رحنا الملعب رغم ان كان معانا تامين، لكن رحنا الملعب في وقت يمكن قياسي 15 دقيقه، احنا بنروح في الوقت العادي تقريبا نص ساعه. يعني كابتن عاطف ان شاء الله نكلمك بكره ونبارك لك ان شاء الله انت وكابتن مؤمن، كل التوفيق لفريق سموحه كابتن عاطف ان شاء الله. يعني انا عايز اقول حاجه برضو، لازم نديله حقه كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني اللي النادي الاهلي فيه ده
مش إدارة فنية فقط طبعا. كل احترام الكابتن حسين البدري وجهاز المعاون كابتن أحمد أيوب وكابتن سيد معوض وكابتن طارق سليمان، إنما دور الكابتن سلام حفيظ دور المدير الكورة أنا بحيك الحقيقي اللي مهيئ الأجواء للجهاز الفني. يعني في كذا مشكلة عدت سواء من حسام غالي أو أحمد فتحي حسش بيها هو مع سلام حفيظ ومع حسام البدري، وأشيد بدور الإدارة برضو الإدارة وثقت في سلام حفيظ مع حفظ الألقاب طبعا مع في حسام البدري وسايبالهم هم اللي بيقوموا بالمهام مع الفريق الأول. فطبعا لازم ندي الكابتن سامح حفيظ حقه في دوره كمدير للكرة ونجاحاته ومساعدة الكابتن حسام البدري. أنا بحييك كابتن هادي. أخش لك بقى على الزمالك، شايف تراجع مستواه الحقيقي؟ احنا بنتكلم يعني بنتكلم في المصلحة العامة، نادي الزمالك نادي كبير هو دايما اللي بينافس الاهلي او ايا كان مين اللي بينافس الثاني، لكن هو القطب الثاني في الرياضه المصريه انجاز التعبير يعني مع النادي الاهلي. ايه السبب اللي نادي الزمالك ده فيه؟ وقبليها بس يعني اكد بس على كلام اللي قاله الكابتن علاء في كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كوره والاستقرار. الحقيقه دايما الاداره هي اللي بتعمل فكره نجاح الاجهزه الفنيه، يعني بتبقى داعمه قوي للاجهزه الفنيه من حيث المشاكل اللي بتحصل، الالتزام، اللوائح اللي بتطبق، بتديها قوه وبتديها نوع من الاستقرار. دي حاجه هو طول عمر النادي الاهلي بصراحه يعني نعم مش هنعرف مش هنعرف. كابتن هادي قبل كده مسك المنصب ده وكان نجح فيه طول عمر النادي الاهلي مديرين كوره على اعلى مستوى. بالظبط هو ده التميز دايما في كل قوي بيعرفوا يتعاملوا في المواقف وده مدير الكوره مش اي حد. لا وخلي بالك انت بتتعامل برضو مع لاعبين المفروض ان هم نجوم كبار وليهم تعاملات معينه، وفي نفس الوقت لازم يكونوا بتتعامل مع قاعده جماهيريه مش هتعدي لك كلمه، فلازم تكون دقيق جدا في كل كلمه مدير الكوره بيقول. بالظبط اكيد هو طبعا هي الفكره ان انت قله التصريحات للمسؤولين سواء اجهزه او لاعبين من ضمن نجاح المنظومه، لان اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير. تمام. وبالتالي دائما وممكن الاعلام ما بيبقاش عاجبه هذا الكلام ده، بيبقى عشان يبقى عنده ماده يقدر يشتغل بيها، فعايز تصريح من هنا من اللاعب ده وعايز تصريح من الاداره وتصريح من الجهاز الفني ويشتغل على كده، بس في الاخر اساس النادي الاهلي اللي تمشي. ده الاساس. تمام. قول لي ايه السبب الحقيقي في حاله الزمالك؟ يعني هو الزمالك هي فكرة استقرار الأجهزة الفنية عاملة دروب شوية في الفرقة، لأن الجهاز الفني بيبقى بيشتغل بيحتاج لعيبة تحفظ أفكاره ويبقى في نوع من الانسجام من اللاعبين في الملعب بشكل أو بآخر ويطبقوا الأفكار الفنية اللي بياخدوها من الجهاز الفني. وبالتالي إذا كان هناك بعض التغييرات بتسبب شويه جزء من اللعيبه ما يبقاش عندها ثوابت معينه بتحفظها. حتى كمان في التشكيل ممكن يتغير، ايضا اللعيبه حتى البدلاء اللي بتنزل ممكن يتغيروا. هو ممكن التغيير على فكره الاجهزه الفنيه في بعض المواقف يكون ايجابي جدا. ليه؟ لان في لعيبه بتلعب وفاكره نفسها ان هي اللي هتلعب، واللعيب تاني اللي بره فاكر خلاص ما فيش امل انه يلعب، فما بيجي روح جديده وشكل جديد بيعمل نقله عند اللعيبه وبيعمل نوع حاله من المنافسه والفوران بين اللاعبين وبين بعض. لكن لما الموضوع ده يتكرر كتير قوي اتصور ده بيبقى بيتقلب لضده مش معه. لكن نادي الزمالك نادي كبير ونادي قادر على المنافسه في كل وقت، وايضا السنه اللي فاتت كان عامل شغل كبير جدا. وبالتالي اتصور هي بس فتره كده ويبقى فيها استقرار فني واداري، اتصور الموضوع هيمشي كويس يعني. ان شاء الله. كابتن علاء تحب تقول حاجه؟ لا هو باكد على كلام الكابتن هادي، انا من وجهه نظري ان نادي الزمالك يملك لاعبين من على اعلى المستويات. يعني المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قدر يوفر لاعبين من افضل لاعبين في مصر على في نادي الزمالك، انما الكابتن هادي اتكلم في النواحي الفنيه وعدم الاستقرار للاجهزه الفنيه لنادي الزمالك، دي اثرت على اللاعبين وطرق اللعب، ودي معلومه حقيقيه. انما اعتقد ان كان في تصريح لشيكابالا
ان كان في الفتره الاخيره في بعض اللاعبين حجز اماكن سواء هتيجي تتمرن مش هتتمرن بتادي كويس في مباراه او ما بتاديش هتلعب فبالتالي دي بتخلق نوع من روح الاحباط داخل اللاعبين الاخرين وبيبقى في مشاكل داخليه بين اللاعبين وبعضها فاكيد دي برضو بتاثر من النواحي المعنويه داخل الفريق وده اكيد كان ليه تاثير سلبي في النتائج الاخيره لنادي الزمالك. انا شايف ان نادي الزمالك قادر ان هو يرجع تاني، لازم قلعه كبيره زي نادي الزمالك تكون برضو موجوده في المنافسه بشكل كويس جدا امام النادي الاهلي. اعتقد باللاعبين الموجودين وبالمدير الفني الجديد اعتقد ان نادي الزمالك هيرجع لمستواه، وخاصه كمان ان هو هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، فلازم يظهر بشكل قوي مع النادي الاهلي ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله النادي الزمالك يرجع ويعود بسرعه لمكانه الطبيعي عشان يبقى فيه منافسه ويبقى الدوري ليه طعم وشكل حلو كده زي ما احنا متعودين. قبل ما اسال ضيوفي الكرام في رايهم في برضه في بعض مستوى الانديه الكبيره زي نادي انبي، زي نادي المقاولين، زي نادي بتروجيت، زي نادي دجله، نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. استنونا ما تروحوش بعيد. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ان شاء الله الاهلي المباراه القادمه للاتحاد السكندري في الاهلي في الجوله 24، بعد كده ان شاء الله الاهلي هيقابل اسوان في استاد اسوان، برضو دي مباراه مؤجله من الاسبوع 22. الاهلي في طنطا استاد السلام ان شاء الله الجوله 25، والاهلي في الانتاج الحربي الجوله 26. نشوف نتائج الاسبوع بسرعه كده، بعد كده نرجع نتكلم عن الانديه اللي مش في مكانتها الطبيعيه ونشوف اسبابها ايه مع ضيوف الكرام. كانت ابرز نتائج الاسبوع كانت الشرقيه والمقاولين العرب. الشرقيه كسب 1-0 طبعا بالتوفيق للكابتن عماد النحاس المدير الفني الكف. انتاج الحربي واسوان 1-1. نصر التعدين ودجله كان ماتش انتهى 2-1، المباراه انتهت 2-1. سموحه والزمالك 2-2. الاهلي والداخليه طبعا حضراتكم عارفين الماتش انتهى باربع اهداف. الاتحاد السكندري وطنطا 1-0، الاتحاد السكندري تفوق على طنطا بهدف لا شيء. انبي والمصري هدفين مقابل لا شيء لصالح النادي المصري. طلاع الجيش والداخليه 1-1. الشرقيه والزمالك 1-0. طنطا وانبي 1-1 في الدقيقه الاخيره. الاهلي وبتروجيت المباراة امبارح كانت 2-2 لصالح النادي الاهلي. نروح نشوف رأي ضيوفنا الكرام. انبي داخل عليا كده. اعتقد انت لعبت في انبي يا كابتن. لعبت برضه طبعا، يعني برضه كان ليك دور كبير يعني قبل ما نادي انبي يعني تنتقل للنادي الاهلي. يعني بص، نادي انبي مؤسسه رياضيه جميله جدا وكبيره جدا، واعتقد مش ده مكانتها، مش الموسم ده، لا ده بقى لها موسمين ثلاثه حتى على الموسم اللي طلعوا فيه المركز الثالث. انا افتكر وقتها النادي الوحيد اللي دعم بشكل كويس قوي هو كان نادي انبي، لان الدوري وكان ساعتها بنقول هيبدا مش هيبدا، حتى الدوري بدا في شهر 12، انما كان المسؤولين في نادي انبي كان الفريق هيهبط الموسم اللي قبليه، كان جايب مجموعه لعيبه صغيرين وطلع صلاح عاشور اعاره بره والكلام ده كله، فاستفاقوا وبداوا يدعموا. مين كان تتذكر؟ اعتقد لما جه ودعمه كان في اللي هو المدرب اللي هو الاجنبي ده مشي، وبعدين كمل حسين امين، وبعدين جابوا الكابتن طارق عاشري من بدايه الموسم، واعتقد كان الاستاذ ماجد نجاتي كان رئيس النادي وبدا يدعم، وجم حتى اشتروا من عندنا لاما كولين ودفع فيه مبلغ كويس للنادي الداخليه حوالي 1,000,000 جنيه وبدا يدعم، فظهر بشكل كويس قوي في الموسم ده وقدر يحصد نقاط كتيره جدا ساعدتهم في الدور الثاني، لان الدور الثاني كان المستوى نزل. وافتكر ان ساعتها الكابتن طارق كان جاله عرض من الشعب الاماراتي طارق عاشري ومشي وتولى المهمه اعتقد الكابتن هاني رمزي، وبعديه جه الكابتن حماده، وبعدين انا في نهايه الموسم، فكان في عدم استقرار.
لما اجي اتكلم على نادي انبي اداره محترمه بس حضرتك لما أنا مسكت انبي يا كابتن علاء في الاول كنت بتمضي سنه في سنه ولا لا؟ بص انا اما مسكت انبي انا رحت الموسم نهايه الموسم اللي فات كان فاضل 9 مباريات على النهايه بحيث ان انا ابدا على نهايه الموسم بحيث ان انا ابدا بيهم كمان الموسم الجديد. قعدت مع اداره انبي وهم شافوا ان عبد العال جاي ناجح من فريق الداخليه وهيحقق تجربه جديده مع النادي انبي وده كان طموحي. بالفعل يمكن حتى لما رحت كانوا هم في المركز 13 مع احترام الكابتن حمد صدقي بعد ما مشي ونهد بيهم المركز التاسع وادينا بشكل كويس جدا. كان عادك كم سنه؟ كان هو نهايه الموسم وموسم اللي هو اللي احنا فيه ده. تمام. يعني يعتبر موسم وتسع مباريات يعني. تمام. تمام؟ وبدانا نشتغل على هذا الاساس وعملت تقرير باللعيبه اللي مش محتاجها واللعيبه اللي هتمشي وفي لعيبه خلصت عقودها. انما حصل ظروف خارجه عن ارادتنا كلنا ان في تم الاستغناء او بيع 4 لعيبه كويسين جدا طبعا راسهم محمد ناصف واسامه ابراهيم وحصلت مشكله احمد رفعت وطلب يفسخ عقده وفوجئنا طبعا ان هو نادي الزمالك دخل في القصه وتم بيعه وبعدين اكرم توفيق راح الاهلي. طب خلينا نتوقف عند النقطه دي واسال برضو الكابتن هادي فيها بحس ان الكابتن هادي كان مدير كوره يعني بتقول ظروف خارجه عن اراده المدير الفني ان هو يبيع لعيب خارجه عن ارادته ان انا ما كنتش عايز الكلام ده يتم. انما اداره النادي كان ليها رؤيه اخرى. هل ينفع كابتن هادي ان اداره النادي يبقى ليها وجهه نظر والمدير الفني ليه وجهه نظر ثاني؟ هو طبعا كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر بس في الاخر على حسب طبيعه النادي ومدى مسؤولياته امام جماهيره. لا انا بتكلم في الصح. لا انا ماليش دعوه بطبيعه النادي. لا انا بتكلم في الصح. او الاثنين صح في ايه؟ في نادي بيبقى عنده الاولويه مثلا الناحيه الماليه عن الناحيه الفنيه وفي نادي لا الاولويه الناحيه الفنيه عن الناحيه الماليه. طب خلينا في انبي. الانبي مش محتاج حاجه ماليه خالص او حاجه ماديه خالص. لا ما هو انبي بقى القصه كلها لو انت هتراجعها بقى من الناحيه الاستراتيجيه بتاعت النادي ممكن يكونوا القصه الماليه محتاج. ليه القصه الماليه محتاج؟ لان هو عايز يكمل يستمر في النشاط الرياضه وكره القدم وبالتالي كل ما هو هيفضل يصرف من عنده وعايز يكسب كمان فهي حاجه تجاريه بالنسبه له لان دي شركه ليها ربح وليها خسائر وليها كذا فلازم يحطه في المعيار القصه الماليه. لكن لو هو النادي الاهلي مثلا ما يجي النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي بالنسبه له رقم واحد القصه الفنيه. يعني لو عندك لعيب تحقيق البطولات فنيا انت محتاجه في شكل او باخر يعني مهم جدا بالنسبه لك وما عندكش ليه بديل وجاله عرض كبير جدا. لا الراي الفني هو اللي بيغلب. مش راي فني هو اللي بيغلب كمدير فني والاداره. لا هي الاداره اللي بتتبنى الراي الفني اساسا. بتتبنى الراي الفني اللي بيقوله الجهاز الفني. بالظبط. بتتبناه ليه؟ بالزبط. لان عندها جماهيريه، عندها شعبيه، عندها مسؤوليات اعلام اكتر من الناحيه الماليه. الناحيه الماليه هتيجي. طب الكابتن علاء هتحقق بطولات. ان الاربع لعيبه دولت فرقوا معاه وان هو ما كانش عايز ان هم يتباعوا. ماشي ما دي سياسه نادي. انا عايز اقول لك كل نادي هي بص يا كابتن عبد الحميد بس انا هكمل كابتن ميدو هكمل كلام كابتن هادي. كلامه مظبوط ان فعلا برضو ممكن إدارة النادي كانت معذورة في الوقت الحالي إنها برضو عايزة تبين للشركة أو المسؤولين إن إحنا برضو في نوع من مش يعني من المساهمة مش على طول إحنا بناخد لا برضو إحنا بنطلع لعيبة وبنطلع مش هي دي القضية. يعني خلاص اللعيبة مشيت وهم يعلموا تماما إن اللعيبة دي لهم تقلهم في الفريق. إذا هي عملية الصبر، عملية التكوين الفريق. يعني بالامانه انا كنت رايح وعندي طموحات ان انا هبني فريق جديد للانبيا في مفيش يعني في مدار موسمين. مش معنى ان انت رحت ان انبيا يمتلك قاعده ناشئين عاليه جدا ويمكن طبعا. يعني بالامانه كابتن زكريا السيد المشرف على قطاع الناشئين حاجه جميله وكان مساندني بقوه وكابتن امام طبعا. لا انا بتكلم على ان هو يعني في عضو مجلس اداره ومساندني بقوه في المشروع ده وكان المهندس علاء خشب بس واضح ان حصل جداً. مهندس علاء خشب ومهندس مجدي بالامانه انما واضح ان عليهم ضغوطات من الخارج. تمام. يعني بمعنى يا كابتن ميدو ان برضو كان في ناس مسؤولين في نادي انبي في عصرها الذهبي او فيقول لك ايه ده وبيكلموهم والنتائج ومش النتائج. انما المفروض ان انت لازم تطلع وتوضح للناس دي وتوضح للراي العام
ان احنا في صدد بنعمل فريق جديد. في ناس مشيت وفي ناس بعدت وفي ناس بعيده عن مستواها، لا احنا جايبين علاء عبد العال عشان يبني فريق ويستغل مجموعه الشباب اللي تحت. يعني انا طلعت محمد الشامي ده ولا كان هيمشي خلاص من نادي انبي، ماشي خلاص اخر مرحله سنيه دي ومشي. جبته وطلعته ولعبته مباراه المقصه الاخيره احرز هدف، قمت مسجله في الفريق الاول، ودلوقتي هو في مع المصري معار لعيب مستقبل للنادي انبي. نفس الموضوع عبد الله جمعه وهكذا. فبالتالي المسؤولين في النادي انبي كان لازم يصبروا ولازم يساندوني بقوه ان لا احنا حتى لو في خساير احنا هنطلع نقول احنا مكملين مع علاء عبد العال. احنا الراجل ده هيبني لنا فرق واحنا واثقين فيه، بالذات ان عندي تجارب سابقه او تجربه سابقه مع نادي الداخليه وباقل امكانيات كتيره جدا من نادي انبي، ومفيش قاعده الناشئين اللي موجوده في نادي انبي وقدرنا. عارف يا كابتن ميدو، لما اجي انا اقول نادي انبي او اي فريق انت بتلعب 9 مباريات، الافضل ان انت تكسب 4 وتخسر 5. هي طبعا بتخسر 5 مباريات دي كتيره، بس بتكسب في نفس الوقت 4. لما تكسب 4 من 9 مباريات هيساوي كام بونت؟ 12 نقطه. ولا من ال9 مباريات دول تتعادل 6 وتكسب 1 وتتغلب 2. لا اكسب واتغلب. اكسب واتغلب. انا شاركنا يا كابتن هادي. اكسب 4 واتغلب 5 انا جمعت 12 بونت. اتعادل 6 واكسب 1 انا جمعت 9 بونت. رغم ان الشكل بيقول لك ان انا ما بتغلبش، انما لا، في ناس كتير بتخلط بين الموضوع ده، والموضوع ده مهم جدا ان انا اتعادل كتير قوي يبقى على قلب الناس زي العسل. يبقى انا كده ما بخسرش وبتاع وكده. فنقصد اقول يمكن اداره نادي انبي كان لها بعض العذر، ان كان في ضغوطات عليهم ان اللعيبه دي تتباع، واللعيبه نفسها عارف ناصف وكانت عايزه وعامله ضغوطات عليهم. انما كان خلاص يبقى في نفس الوقت بقى لازم اساند المدير الفني، لان انا برضو طلبت بعض اللاعبين يمكن ما حالفش الحظ، فريد شوقي، رجب بكار، مجموعه لاعبين كنت عايز اعمل فرقه كويسه لنادي انبي، وبرضو باقل الامكانيات اللي هي المتاحه عشان فريق انبي يبقى في خلال موسم او موسمين يبقى فريق تقيل لدور في الدوري. ودي يمكن اتعملت مع الكابتن طه بصري. افتكر الكابتن انور سلامه لما كان ماسك النادي انبي كان في دعم جامد جدا من الوزير المهندس سامح فهمي وقتها، وكان له قصدك كابتن رمضان السيد؟ لا، كابتن انور سلامه مسك انبي فتره برضه وعمل شغل كويس. كابتن رمضان ما مسكش انبي، كان مسكنا كابتن رمضان السيد مسك لسه، وبعد كده جه كابتن عامر، بعد كده جبت لا انا بتكلم على الدوري الممتاز. انا بتكلم على الدوري الممتاز. فنقصد اقول انبي لا، انبي مؤسسه كبيره ونادي له باع، نادي في اقل وقت قدر يحصل على بطولتين كاس مصر. يعني في انديه عريقه موجوده في الدوري ما خدتش البطولات دي. فانبي اللغز محير رغم ان هو فيه لعيبه كويسه، انما انا من وجهه نظري ويمكن انا عرضت الكلام ده على الاداره ان لا، في لعيبه خلاص يعني حان الوقت ان ما تكونش ليها تواجد في النادي. ده يمكن برضه من ضمن الحاجات اللي عانيتها ان اغضبت بعض اللاعبين. عارف برضه يا كابتن هادي كابتن ميدو ان في بعض اللاعبين اللي هم الكبار اللي مش عارف ايه، لا ازاي ده جاي هيمشينا، ده جاي هيقعدنا، فبيبقى في حوارات داخل الفريق. ده يمكن اللي انا عانيت منه. انما انا كنت راسم طول عمرها انبي بتساند المدير الفني يا كابتن. والله بص يا كابتن ميدو، مشكلة انبي في الوقت الحالي برضه انت لما جيت رجعت هتلاقي فيه تغييرات كتيرة. يعني ما هو برضه كان فيه كابتن هاني رمزي وبعدين حماده وبعدين علاء، يمكن هم بدأوا يعملوا حاجة كويسة دلوقتي ان هم جددوا للكابتن طارق، فبالتالي اشعروه بالامان، وفي نفس الوقت اللعيبة عرفت ان الكابتن طارق العشري يعني مكمل. ده كنت اتمنى ان الكلام ده يتم معايا. انا شايف ان تجديد للكابتن طارق العشري كويس؟ طبعا اي استقرار مهم. انت النهارده بتتكلم في انبي عنده ليه 32 انبي في المركز في المركز ال 12 ال 12 ليه 32 هدف وعليه 33 هدف وليه عنده 25 نقطة بس. أنا بتكلم على الأهداف هنا، لأن كابتن علاء ذكر فيه في مسألة الأهداف والحسابات وكده. أنت بتتكلم إن هو ماينس 1. الأهداف اللي جابها 33 وعليه 32. ده يعني معناه إن هو تقريبا الأهداف اللي بيجيبها ما بيعرفش يحافظ عليها. نتائج مرضية؟ لا سيئة. طب
طب ليه جددوا للكابتن طارق العشري سنتين؟ لا انا بتكلم على الـ على على العموم. كابتن طارق ما حضرتك بتقول النتائج. لا بتكلم على العموم من بدايه الموسم. وكابتن طارق ماسكهم من بدايه الموسم. هو بقى له 14 مباراه كده. بس انا بتكلم على العموم المحصله النهائيه ان هو ما بيقدرش يحافظ على الاهداف اللي بيجيبها. طب ناخد احمد عبد الحكم كابتن هادي. لان احمد عبد الحكم لاعب نادي المنصوره ولاعب انبي السابق. احمد ازيك؟ احمد سامعني؟ سامعك يا كابتن. ازيك؟ ازيك يا حبيب قلبي عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ازيك يا كابتن ميدو؟ ربنا يخليك يا احمد. يعني وحشني جدا وانا زعلت جدا لما سمعت خبر رجليك. انا عايزك يعني بايجاز تقول لي وتقول للساده المشاهدين ايه اللي حصل معاك. يعني الحمد لله انا عملت العمليه اول امبارح والحمد لله انا قاعد في المستشفى دمياط والحمد لله كابتن يعني بقيت احسن من الاول كتير. كان ايه اللي حصل في رجلك يا احمد؟ عاوز اشكر الجميع كل اللي واقف جنبي يا كابتن واتحاد الكوره وبالذكر برضك النادي الاهلي كابتن سيد عبد الرئيس كابتن وليد صلاح الدين كابتن ايهاب علي صراحه كلهم يعني وقفوا جنبي وكابتن عبد الناصر زيدان يعني كل الناس دمت ومستشار مرتضى منصور كل دمت وقفوا جنبي يا كابتن. ايه اللي حصل؟ ايه لعيبه انبي كلها اللي انا لعبت فيه الكابتن اسامه حسن وكابتن محمد الحديدي وكابتن صاروخ يا حبيبي. ده واجب علينا كلنا ان احنا نقف جنبك. بس احكي لي ايه الاصابه بتاعتك كانت ايه ورجلك وصلت لايه؟ والله يا كابتن انا كنت ماشي انا واحد صاحبي العربيه فبعدين واحد دخل فينا بمكن متسكر تمام. انا كابتن اللي دخل فينا دوت مات بتاعت الحادثه على طول وصاحب اللي معاه دي رجله اتبصرت وانا رجلي بقى لي سنه يا كابتن بعمل فيها عمليات وقاعد في البيت بقى لي سنه. وانت كانت رجلك معرضه للبتر يعني؟ هي اصلا كانت معرضه للبتر يا كابتن. بس الحمد لله يعني ربنا وقف معايا. انت قعدت سنه كامله؟ قعدت سنه يا كابتن اعمل عمليات فيها واخر عمليه اللي هي بتاعت اول امبارح دي يا كابتن ديت المفروض كنت اعملها من فتره. من فترة قد ايه يعني؟ من فترة قد ايه؟ يعني بقالي شهرين. مين اللي عملها لك يا احمد؟ دكتور عندنا في مستشفى تفتيش كفر ساعة. بس اشكر كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن وليد كانوا عاوزين يعملوها لي مع الدكتور ايهاب. بس انا قلت لهم انا هعملها هناك وكابتن سيد قال لي طب التأهيل عندنا في النادي الاهلي. فانا بشكرهم جامد قوي يا كابتن. العفو يا احمد. هو طبعا يعني ده واجب على اي حد لازم يساعدك ويقف جنبك وخلي بالك على نفسك وان شاء الله تعدي وترجع ان شاء الله يا احمد تمارس رياضه كره القدم. احمد عبد الحكم لاعب منتخب الشباب ولاعب المنصوره ولاعب انبي واللاعب اللي كانت بتتهافت عليه الانديه الكبرى زي الاهلي وزي الزمالك وخدته انبي بمبلغ كبير من المال. دي رساله انا حبيت اجيب احمد عشان اعرض حالته. رجله انا ما رضيتش اعرض لكم صوره رجله عامله ازاي. لو عايزين تشوفوها ادخلوا على صفحه الاهلي شوفوا رجله عامله ازاي. ما رضيتش يعني اجيب الصوره يعني تشوفوها بالعافيه. ممكن اللي عايز يدخل يشوفها. كانت رجله فعلا معرضه للبتر لكن يعني الحمد لله في ناس كتير وقفت جنبه وده الطبيعي جدا الناس تقف جنبه خصوصا لعيبه انبي كابتن سعيد عبد الحفيظ نادي الاهلي الناس كلها وقفت جنبه. دكتور ايهاب علي كان عايز يعمل له العمليه طبعا من غير فلوس خالص لان احمد عبد الحكم يعني مش عايز اقول لكم ان هو عانى سنه كامله عشان 15000 جنيه. دي رساله بوجهها للعيبه دلوقتي. حافظوا على اللي ربنا اداهولكم. يعني احمد ده كان لعيب كبير كان بيدفع فيه فلوس كتير قوي كانت الفلوس معاه كتير قوي لكن اللي ربنا بيديله نعمه وبيحافظ عليها بيتعب في الاخر. حافظوا على النعمه اللي ربنا مديها لكم. تعبوا قوي في كل حاجه بتعملوها. رساله لكل اللعيبه الجديده كل اللعيبه الايام دي ده نموذج حي قدامكم. ما كانش لاقي فلوس عمليه لمده سنه كامله 15000 جنيه. مش عايز اقول لكم عن ايه 15000 جنيه في الظروف اللي احنا فيها دي او في الحاله الاحترافيه اللي احنا فيها دي لكن احمد عبد الحكم نموذج من نماذج كتير قوي موجوده لغايه دلوقتي. مش عايز اقول لكم اسمائها ايه مش عايز اقول لكم
حالها عامل ازاي، حافظوا على النعمه اللي ربنا اداها لكم. فاصل وارجع لكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كانت مشكله احمد عبد الحكم كده طلعتنا من الجو العام، لكن هو كانت مداخله مهمه جدا، مداخله تاني باكد تاني، مداخله لازم كل لعيبه الجيل ده يتعلموا منها، ان انت في نعمه وربنا مديك نعمه كبيره جدا، حافظ عليها عشان لما تحتاجها تلاقيها ان شاء الله. كابتن علاء برضو نفس السؤال لكابتن هادي، هل نتائج انبي مع كابتن طارق العشري تسمح لهم ان هم يجددوا له سنتين، ولا الموضوع ايه؟ لا انا بالنسبه لي طبعا الاجابه هتبقى حرجه، يعني طارق عشري زميل وصديق، انما انا دي رؤيه اداره، وهم الاكثر درايه بمصلحه الفريق. انما عايز اقول ان مش معنى ان انا جددت المدير الفني سنتين ان حتى انه هيستمر السنتين، معلش. يعني لو النتائج ساءت والاداره ارتأت ان النتائج سيئه مع هذا المدير الفني، حتى لو في شرط جزائي وعايزين يمشوه هيمشوه. مش لا يعني مع احترامنا الكبير جدا للكابتن طارق العشري، يعني ايه سر ايه سر توقيت التجديد؟ يعني انا مش فاهمها بصراحه. طبعا الكابتن طارق العشري مدرب يعني كبير جدا ومدرب قدير جدا، لكن انا بتكلم ككوره، يعني ان انا ممكن اجدد له سنه، ان انا شايف النتائج ممكن الكابتن طارق اصلا الدنيا مش مساعداه زي ما حضرتك عملت، زي ما قبل كده الكابتن هاني رمزي عمل، في حاجه مش مفهوم. لا دي بقى انا مش يعني دي هتبقى من داخل النادي نفسه. انما هو يعني ممكن يقال ان كابتن طارق عشري هو في حاله كويسه بينه وبين اللاعبين القدامى بالذات والكلام ده كله، وخلق نوع من الاستقرار داخل الفريق، وتاكيد ان الكابتن طارق مكمل، فدي يمكن يكون السبب. انما السبب الحقيقي او الاجابه الحقيقيه هتبقى من داخل النادي وداخل مجلس الاداره نفسه. يعني ليك تعليق يا كابتن هادي؟ يعني اتصور ان ممكن بيبقى فيه مدير فني بيبقى مطلوب في انديه ثانيه، فبالتالي عشان النادي يضمن ان هذا المدير بيفضل معاه ما يبقاش فيه اي شوشره على العروض اللي بتجيله، فبالتالي يقول لك انا عايزه معايا فتره زمنيه كبيره. هل الكلام الحاله دي موجوده في انبي مع كابتن طارق العشري ولا لا؟ ما اعرفش ايه التفاصيل. انا بتعلم منك ردود الدبلوماسيه بجد. طيب نروح للكابتن احمد كشري المدير الفني مصر التعدين. الف مبروك كابتن كشري على النتائج اللي عاملها. حبيبه كابتن ميدو ربنا يخليك، الله يبارك فيك. كابتن علاء عبد العال وكابتن هادي خشبه طبعا بلغوك تحياته. طبعا انا سامعهم طبعا، يعني قناه النادي الاهلي المنوره باثنين نجوم كبار، طبعا الكابتن علاء عبد العال منور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وكابتن هادي خشبه طبعا حبيبي واخويا وكابتن النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن احمد. كابتن كشري اهلا بيك ومبروك وبهنيك اولا طبعا على منصب المدير الفني، وان شاء الله خطوه جيده في القادم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك دايما. الله يخليك، الله يبارك فيك كابتن علاء، ربنا يخليك. انا عملت ماتش كويس قدام دجله وكسبت الماتش 2-1 يا كابتن كشري، قول لي طموحك ايه في ظل صعوبه الموقف اللي حضرتك فيه؟ والله طبعا التوفيق بتاع ربنا الحمد لله، يعني قدرتك فتحت لنا الباب شويه او وردت الباب بالنسبه لنا ان احنا ما في امل تاني. طبعا يعني انا مش هضحك عليك، يعني طبعا هي الامور لما قعدت مع مجلس الاداره انا اتكلمت معاهم بصراحه، قلت لهم الوضع صعب جدا، ما استغلناش فتره القيد اللي هي في يناير لان كان في مستثمر موجود، ما جابش لعيبه خالص، يعني يعتبر ما جابش حد، جاب صغيرين ما يقدروش ان هم يشيلوا الفريق، فقلت لهم الوضع صعب طبعا وانتم خسرتوا فرصه كبيره ان انتم تدعموا الفريق، فالامور يعني احنا هنمشي ان شاء الله واحده واحده ونشوف الامور هتوصل لفين، طبعا الناس متفاهمه وعارفه الوضع اللي كانوا فيه، والحمد لله يعني اهو بدانا بدايه كويسه، خلينا الفرق او الناس تحترمنا من مباراه دجله، طبعا فريق دجله كان جاي، طبعا فريق جاي كسبان من سجل حربي 5 في ملعبه، والحمد لله قدرنا ان احنا نفوز عليه الحمد لله بفضل الله، يعني باداء، يعني مش فوز بس، لا الشوط الثاني كان يعني تقريبا كله بتاعنا والحمد لله التوفيق بتاع ربنا. يعني الماتش الجاي طبعا ماتش صعب جدا يا كابتن كشري. اكيد طبعا ماتش بست بونت ست نقاط. مفيش ماتش سهل، يعني احنا شفنا النهارده بقت الفرق اللي بتلعب معاها اللي هي في نفس الليفل بتاعك او اللي هي بتصارع على الهبوط هي بقت اصعب من الفرق الكبيره.
ما بقاش في ماتش سهل. والنهارده العامل الروح بقى هو اهم حاجه في المباراه. يعني شفنا فريق الشرقيه مع فريق الزمالك، شفنا برضو الداخليه في مباراتها اخر مباراه مع الجيش بتلعب بقتال وبروح عاليه. طنطا بتعود وهي ناقصه 10 لعيبه وتتعادل مع ام بي. لا ما بقاش في ماتش سهل خالص، خلاص بقت حته البونت بقت صعبه جدا، وكل واحد مش عايز يعني يخسر مباراه، فالتركيز بقى اعلى بكتير في الدور الاول. يعني يا كابتن كل التوفيق لحضرتك في اللي جاي ان شاء الله. كابتن احمد كشري المدير الفني للنصر تعدين، كل التوفيق لحضرتك، شكرا جدا. قال طنطا ب 10 لعيبه، مش عايز ازود عليك في الكلام. لا لا، طنطا ب 10 لعيبه بيتعادل مع انبي في الدقائق الاخيره بهدف مقابل هدف، وبالرغم من ذلك جدد المدير الفني كابتن طارق كل التوفيق ليه طبعا، لكن علامات استفهام حول التجديد ده هسيبها لحضراتكم وهسيبها للمسؤولين نادي انبي في ظل النتائج السيئه من وجهه نظري سيئه. برضو جدد الكابتن طارق كل التوفيق للكابتن طارق العشري مع نادي انبي. وجهتك اللي جايه فين يا كابتن علي؟ والله يعني لسه مفيش حاجه حق يعني، انما يمكن انا فضلت ان انا اريح لنهايه الموسم، واكيد هتجي لي حاجه كويسه. ما كانش حاجه هنا في مصر، هضطر ان انا اسافر بره. يلا انا معاك حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك كابتن. كابتن علاء نورتني وشرفتني، كل التوفيق ليك. ربنا يخليك كابتن ميدو، وانا سعيد والله معاك وكابتن هادي خشب طبعا النجم الكبير النجم الخلوق، وبشكر كره النادي الاهلي. احنا بنسعد بيك كابتن علاء، ربنا يخليك. بتعلم من وجودك الجميله، نفسي مره بص تروح مديني واحده كده هو الاهلي ومدير الكره في الاهلي، هو لازم يبقى برد دبلوماسيه. بشكرك كابتن ميدو، وبشكر كابتن علاء على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله مزيد من التفوق والانتصار لكل فرق الدوري اللي احنا كنا بنتكلم عليهم في مقدمتها طبعا النادي الاهلي، ان شاء الله ويبقى فيه استقرار في الدوري بشكل كبير جدا. انا بسعد بيك كابتن هادي، وشكرا جدا، ربنا يخليك يا رب. انتهى الوقت معاكم للاسف، نورتوني وشرفتوني، دايما في رعايه الله وامنه، وتصبحوا على ألف خير.